بسم الله الرحمن الرحيم. موضوعنا النهاردة هيكون عن البايركسيا of a known origin. معاكم دكتور أحمد شوكت، Lecturer of Tropical Medicine and Gastroenterology. نبذة تاريخية بسيطة كده. أول مرة تم استخدام لفظ PO، الكلام تم 1961 عن طريق two American internists Peter Sidroff and Pisson. Since that time it remains a clinical challenge for many physicians. طيب هم حطوا criteria for definition of PO. الكريتيريا دي ثلاثة كريتيريا. رقم واحد ان يعني يكون في فيفر اكتر من 38.3 فاكتر من مناسبة، بنتكلم على الاقل 3 مرات. واللي حطوا ليميت 38.3 to exclude normal variation in temperature، ان يعني يكون الديزيز استمر اكتر من 3 weeks، وده عشان يعمل exclusion للacute infection that either settles or disappears within 3 weeks. آخر criteria no diagnosis after 1 week of inpatient investigation، ده عشان أكون قدرت أحصل على النتائج بتاعت ال basic investigation. recently الموضوع ده اتغير شوية، لقوا إن موضوع إن أنا مش محتاج حاليا موضوع ال 1 week inpatient evaluation بسبب ظهور التكنيكس الجديدة اللي بتديني نتائج سريعة وبقدر أوصلها بسرعة، تمام؟ فالمفروض التشخيص بياخد وقت أقل من كده. عشان كده some authors have proposed a criteria of 3 outpatient visits or a 3 day inpatient stay in spite of ال 1 week inpatient evaluation. طيب إيه الحاجات اللي أنا لازم تكون excluded أو يكون عملتها أو استخدمتها، تمام؟ قبل ما اقول الفيفر دي it is a PO، يعني مش كل فيفر هقول عليها PO، لازم اكون عملت الحاجات اللي انا هقول عليها دلوقتي، تمام؟ والحاجات دي ما وصلتنيش لتشخيص لسبب الفيفر عشان اقدر اقول على الفيفر دي او اقول على البايركسيا دي انها PO. اول حاجه الهيستوري، physical examination، نكون عملت complete blood count including differential and platelet count، blood culture، بسحب ثلاثة sets from three different sites over a period of several hours without administering antibiotic. Routine blood chemistry including liver enzymes and bilirubin. Hepatitis serology if liver tests are abnormal. Urine analysis including microscopic examination and urine culture. And chest x-ray. الحاجات دي كلها المفروض، تمام، أكون عملتها وما قدرتش أوصل لسبب للفيفر، تمام، عشان اقدر اقول على الفيفر دي a pyrexia of unknown origin. classification of PO، classical type اللي احنا عرفناه من شوية، nosocomial PO or hospital acquired، neutropenic PO or immune deficient PO، HIV associated or HIV related. الجدول ده بيلخص لنا ال types of PO، classical PO اللي احنا اتكلمنا عليها، تاني حاجة اللي هي النوزوكوميال، برضه أنا بتكلم على ارتفاع في درجة الحرارة أكتر من 38.3 بس في عيان أون أدميشن ما كانش فيه فيفر، الفيفر ظهرت بعد 24 ساعة من الأدميشن، وبرضه ما قدرتش أوصل لتشخيص خلال 3 أيام من الإن بيشنت أدميشن. أمثلة اللي ممكن تعمل كده حاجة اسمها كولستريديوم ديفيسيل انتيروكولايتس، ده نوع من الانتيروكولايتس بيحصل أفتر أنتيبيوتيك أدمنستريشن. تاني حاجة دراج انديوزد pulmonary embolism خصوصا مع ال prolonged recumbency، septic thrombophlebitis اللي بيحصل after intravenous cannulation. النوع الثالث اللي هو immune deficient، تمام، ده بيحصل برضه لما نقول عيان عنده neutrophil count اقل من 500 سيل بير كيوبيك مليمتر، وبرضه ما قدرتش اوصل للتشخيص خلال 3 ايام من الادميشن. امثله للاسباب opportunistic infection، الاسبرجلوزيس ودي واحده من ال systematic fungal infection، candidiasis and the herpes viruses. رقم 4 ال HIV associated، برضه بتكلم على ارتفاع في درجة حرارة أكتر من 38.3، هنا بتكلم على duration أكتر من الأسباب التانية أو الـ types التانية، بتكلم على 4 أسابيع. برضه بتكلم إن ده بالنسبة للـ outpatient، أو بتكلم إن العين اتحجز 3 أيام وبرضه ما قدرتش أوصل تشخيص. أمثلة للأسباب اللي ممكن تؤدي إلى الـ fever أو الـ pyrexia of unknown origin in HIV patient، cytomegalovirus، مايكوبكتيريوم افيوم انتسولار كومبلكس، واحده من الاتيبيكال مايكوبكتيريوم، التيبيكال اللي هي مايكوبكتيريوم تيوبركلوزيس، حاجه اسمها نيموسيستس كارينيوي ودي واحده من الفانجل انفكشن اللي بتستجيب للانتي بايوتكس مش الانتي فانجل اللي هي السلفا دراجز، دراج انديوز فيفر.
دراج انديوز فيفر، او بعد تيومر زي الكابوس الساركوما، ودي بيربلش تيومر بتظهر في السكين الميوكس ميمبرين بتوع العينين بتوع الاتش اي في، او الليمفوما بالديفرنت تايبس بتاعتها. البي او في الناس الكبار تعتبر تحت الكلاسيكال هيدنج، بس في بعض الاوثرز بتفترض ان الاندرلاينج كوزس اند البرزنتيشن في الناس دي ديفرز فروم اليونجر جروب. عشان كده في ناس بتعتبر ان البي او في الناس اللي هم في الستينات او في الناس الاولد ايج should be considered a fifth category. Cause of PO may be infectious, inflammatory, neoplastic, miscellaneous, or after full investigation, even في developed country ممكن ما وصلش لدايجنوز، والكلام ده ممكن يوصل ل 50% من حالات ال PO. ده جدول بيدينا بعض اسباب البي او. ممكن تكون انفكشوال زي ما قلنا، انفكشوال زي البكتيريال اوكالت ابسيسز. يعني ايه اوكالت ابسيسز؟ يعني بلاقي هي حاجه انترا ابدومينال مثلا زي السبفرينيك، هيباتيك، سب هيباتيك، بري نفريك، بورارينال، بلفيك. كومبليكيتد يورين تراكت انفكشن، كالتشر نيجاتيف اندوكاردايتس، اوستيومايلايتس، تيوبركلوزس. ولما بتكلم على تيوبركلوزس بتكلم على الاكسترا بالمونري تيوبركلوزس، وبتكلم على الميليار تيوبركلوزس. بعض الريكيتس الانفكشن زي الكيو فيفر، انتريك انفكشن او تايفويد فيفر. يعني في ناس ما بتعتبرهاش دلوقتي من ضمن اسباب البي او لانها بتبقى سيتلد within 3 ويكس، وتشخيصها والسسبشن فيها بيبقى سهل، ففي ناس بتخرجها من الكاتيجوريز بتاعت البي او. بروسولوزس طبعا طبعا من ضمن اسباب البي او. ممكن تكون فايرال انفكشن زي الابشتمبر فيروس، سيتوميجالو فيروس، اتش اي في، parasitic infection زي الملاريا توكسوبلازموزس and fasciolysis، fungal infection زي الهيستوبلازموزس. ده الانفكشوس. الانفلاماتوري نون انفكشوس معظمهم بتبقى حاجات اوتو اميون زي جوانت سيل ارثرايتس، ادلت ستيل ديزيز، سيستميك لوبس اريثروماتوزس، بولي ارثرايتس نيدوزا، جرانيلوماتوزس ويز بولانجايتس، اند الفاميليا ميترينيان فيفر. معظم الحاجات دي هتاخدوها في الروماتولوجي مع البطنه، بس انا يهمني الجوينت سيل ارترايتس، ودي هنتكلم عليها في اخر المحاضره. والفاميليا ميترينيان فيفر، الفاميليا ميترينيان فيفر دي عباره عن باوتس اوف فيفر، ارثرالجيا، ابدومينال بين اند تشيست بين اور بليروتيك بين. تمام، يعني بتحصل ان باوتس، يعني العيان بين الاتاكس اتس توتالي فري، وبعد كده العيان بيبدا يحس بالاتاكس دي من وقت للتاني، كل اسبوع او كل اسبوعين. تمام، والمانجمنت ميلي بتاعها بيبقى حاجات انتي انفلاماتوري زي الكولشيسين. الكاتيجوري الثالثه اللي هو نيوبلاستيك، اشهرهم الحاجات الهيماتولوجيكال زي النون هوديك الليمفوما، لوكيميا. نيجي بعد كده للرينال سير كارسينوما او الهيباتوسيلر كارسينوما الاتش سي سي، او ان يبقى في ميتس في الليفر جايه للليفر من حاجات فيها ادينو كارسينوما. ميسلينيس كوزز زي دراجز، ايه اشهر دراجز اللي ممكن تعمل فيفر؟ السلفونامايد، البنسلينز، الانسكوتكس اند الباربيتوريتس. السيروزس ممكن يعمل له جريد فيفر زي ما انتم عارفين، بالمونري امبوليزم، انفلاماتوري باول ديزيز، ساركويدوزس، هايبر ثايروديزم، اند فاكتيشيس فيفر. فاكتيشيس فيفر يعني ان في ناس ممكن تدعي ان عندها ارتفاع في درجه الحراره، ممكن لاسباب نفسيه او نوع من التهرب من العمل. تمام، يوجوالي بتبقى يونج فيميل، بيبقى الاكزاميشن بتاعها نورمال، ولما اجي اعمل لها الاي اس ار هتلاقيه نورمال اي اس ار. تمام، العيانين دول ما سيب لهمش قياس الحراره، عشان كده قياس الحراره ده لازم شيء يختص بيه يا اما الفيزيشن يا اما النيرس، مش البيشنت ات اول. طبعا ذا بيشنت هيستوري اكزامينشن اند بيزك انفستيجيشن ويل اول ديترماين ذا لايكلي هود اوف ايتش كاتيجوري اوف ذا ديزيز اند الاو ذا تريتنج فيزيشن تو نارو ذا تشويسز اوف انفستيجيشن. بنحط دايجنوستيك ابروتش، ازاي انا اقدر اوصل لتشخيص في عيان ويز بي او. رقم واحد لازم اعمل ديتيلد ثورا هيستوري، الحاجات اللي بركز عليها اول حاجه الكاركترستكس اوف ذا فيفر زي الديوريشن تايمينج اند الاكومبانينج كومبلين زي رايجرز اند رينشنج سويتس. كونكرنت سيمتومز، يهمني في كي فيتشرز او كي سيمتومز لما الاقيها بتخليني ابدا اشك في تشخيصات معينه زي الان انتشنال ويت لوس، ابدا افكر في النيوبلازم، بعض الانفكشنز زي التيوبركلوزس اند البروسولوزس. لما الاقي العيان عنده ترينشنج نايت سويتس افكر اكتر في الهيماتولوجيكال مالجنسي اند التيوبركلوزس.
joint pain in the morning، وفكر في الانفلاماتوري ارثرايتس. لما الاقي العيان عندي يونيلاترال ريترو اوربيتال هيديك او جو كلوديكيشن، يعني العيان مع الماستيكيشن بيبدا يحس بالم في منطقه الجو، في عيان elderly فوق سن ال 60 سنه او ال 50 سنه، بفكر في الجوينت سيد ارترايتس او التمبورال ارترايتس. الاوكيبيشنال هيستوري مهم جدا، يعني في بعض الاوكيبيشن معرضه لامراض معينه، مثلا زي الجمال او الابتوار، او الجمال هم شغالين في المسالخ، ممكن يكونوا معرضين للفيترينير زونوزس زي البروسولوزس اند الكيو فيفر. لازم يبقى اغمى العين اثار ترافل هيستوري، هل هو سافر قبل كده ولا لا، ولازم اعرف التوقيتات اللي سافر فيها والبلد، البلاد اللي زارها والاكتيفيتيز اللي عملها هناك. تمام، في نفس الوقت لو هو مسافر لحته انديميك فيها مالاريا او فيها تروبيكال ديزيز، لازم اساله عن البروفلاكتيك دراجز اللي خدها وترافل فاكسينيشن. تمام، ريسنت اديشن او تشينج في الميديكيشن ده مهم جدا. تمام، لان ممكن يكون كل الدايليما دي سببها ان انا اد دراج او شلت دراج او غيرت في دوز لدراج هي سبب موضوع البي او، والموضوع هيبقى سهل جدا لو انا حاطه ان ماي مايند. انما لو الموضوع مش في دماغي ممكن اقعد اعمل حاجات كتيره جدا وفي الاخر ما اوصلش لسبب، والموضوع ممكن يكون فيري سمبل. باست ميديكال هيستوري شود بي ريفيود فور اميون سبريشن زي برولونجد ستيرويد يوز، سيرجريز او بروثيتيك ماتيريالز اللي ممكن تكون سايت فور اوكالت ابسيسز. فاميلي هيستوري احيانا بيبقى ريليفنت. تمام، بعض البلاد اللي فيها مالتيبل اثنيسيتيز زي اليو كي او اليو اس اي، مهم جدا اسال على الاوريجين او ديت اوف بيرث وسايت اوف بيرث بالنسبه للعيانين. طيب تاني ستيب في الدايجنوستيك ابروتش، انا بتكلم على الكومبريهنسيف اكزامينيشن. اول اهتمامي بيكون بالاي بي سي اللي هو اير واي بريثنج سيركيوليشن، لازم اطمن العين از كلينيكال ستيبل. وبعد كده بدور على الفيزيكال فيتشرز بتاعت السيستماتيك انفلاماتوري ريسبونس والستبسز، يعني بدور على التوكسيك لوك، بدور على الباجينال كونديشن. وبعد كده يبقى في ديتيلد اكزامينيشن للكارديو فاسكولار، للشيست، للجي اي سيستم. اذر امبورتنت اريا تو بي تشيك، الحاجات دي ما ينفعش انساها في عيان انا بدور فيه على سبب للبي او. فول اكزامينيشن اوف سباين اند جوينتس، توب تو تو اكزامينيشن اوف سكين فور راش ألسرز سكارز بايتس، افحص كل حته وادور فيها على اثر الحاجات اللي احنا بنتكلم عليها دي. ابنورماليتي اوف هير اند نيل، ريفيو اوف دنتيشن، تمبورال ارتريز، بريست اكزامينيشن ان فيميلز، بلفيك اور ريكتال اكزامينيشن انكلودنج بروستيت ان ميلز، اني امبلانت شود بي اكزامين. تمام، لازم ادور اشوف العيان ده عامل اي امبلانت ولا في اي حاجه بروثيتيك ماتيريال ولا لا، زي البروثيتيك جوينتس، بيس ميكر، بيس ميكر وايرز، سنترال بريفرال لاينز، شانت سكرافتس اند ميشز. طيب رقم ثلاثة، الخطوة رقم ثلاثة اللي هي الانفستيجيشن. انا عندي تو لاين اوف انفستيجيشن، الفيرست لاين انفستيجيشن دي هتتعمل لكل العيانين، هنعمل الاي اس ار والسي رياكتيف بروتين، هنعمل اللاكتيت دي هيدروجينيز، تشوبر كلين تيست او حاجة اسمها انترفيرون جاما ريليز اساي اللي حاجة اسمها كوانتفيرون، ودي عبارة عن ان انا باخد الليمفوسايتس بتاعت العيان. تمام، وبعرضها تمام لبروتين درايفد فروم تي بي. تمام، فلو العيان ده عنده هيستوري او ريسنت انفكشن اوف تي بي، الليمفوسايتس دي هتبقى سنسيتايز. تمام، وهتبدا تطلع لي كميه كبيره من الجاما انترفيرون. الاتش اي في انتي بودي اند الاتش اي في فايرال لود للناس اللي هم ات هاي ريسك، برضو الناس اللي ما سحبوش بلاد كلتشر اسحب لهم بلاد كلتشر، روماتويد فاكتور، كرياتين فوسفوكاينيز، هيتروفيل انتي بودي بتاع الابشتنبر فيروس في التشيلدرن واليانج ادلتس، انتي نيوكلير انتي بودي، سيرم بروتين الكتروفوريسز، سي تي ابدومين اند سي تي شيست. الفيرست لاين هتعمله لكل العيانين. طيب على اعتبار ان انا بكمل، يعني انا دلوقتي عندي في الاول ثرى اكزامينيشن ديتيلد، ثرى هيستوري ديتيلد اكزامينيشن، وبعد كده عندي الفيرست لاين انفستيجيشن. اما السكند لاين انفستيجيشن بقى ما اقدرش اعملها لكل الناس، احنا دلوقتي هنبص مثلا على جدول السكند لاين انفستيجيشن اللي هي كتيره جدا. تمام، وبالتالي السكند لاين انفستيجيشن ما بتتعملش كلها. امال ايه اللي بيتعمل؟ ان المفروض ان انا بعد الهيستوري، بعد الاكزامينشن، بعد الفيرست لاين انفستيجيشن، اقدر احدد هو العيان بيقع في انهي كاتيجوري. تمام، وانا شاكك في ايه، وبالتالي هطلب له ايه. انما مش هينفع اطلب كل السكند لاين انفستيجيشن زي ما طلبت الفيرست لاين انفستيجيشن.
ده جدول لبعض الانفستيجيشنز اللي ممكن تتكتب في السكند لاين، كانفكشن، كانفلاميشن، كنيوبلازم، كمسلينز. مش بطلب، باكد مش بطلب كل ده، انا جاست ان انا بالهيستوري، بالاكزامينيشن، بالفيرست لاين انفستيجيشن ببدا اشك، او على الاقل بتحط في كاتيجوري معينه، تمام، وابدا اطلب الانفستيجيشن اكوردنج لماي سسبشن. عاملين الجوريزم كده بسيط. في الاول انت شاكك ان العيان ده خلاص عيان فيفر، ما قدرتش توصل لاي سبب للفيفر بالكريتيريا اللي احنا قلنا عليها في الاول، تمام. هتعمل بعد كده الخطوات اللي احنا قلنا عليها، كومبليت هيستوري اند فيزيكال اسسمنت، والله وصلت البوزيتيف فايندنج، اوكي، هتطلب الابروبريت اند السبيسيفيك دايجنوستيك تيست، ما قدرتش، بتطلب كل الفيرست لاين انفستيجيشن اللي احنا اتكلمنا عليها، طلعت بوزيتيف ريزلتس، اوكي، بتكمل مع العيان، طلع لا ما فيش برضه بوزيتيف ريزلت لحد دلوقتي، بتعمل سي تي ابدومين وسي تي شيست، وبعد كده بتحط العيان اساين تو ذا موست لايكلي كاتيجوري. يعني الانفكشن ممكن اطلب لها، لو انا شاكك ان العيان ده ممكن يكون انفكشن، بطلب اليورين اناليسيس، سبيوتوم كالتشر فور اسيد فاست باسيلاي، بطلب التيست بتاعه السيفيليس، الاتش اي في، سيرولوجي فور سيتوميجالو فيروس او ريبستامبر فيروس. ما وصلتش لتشخيص، ممكن افكر في ان انا اعمل ترانس اسوفيال ايكو، لامبر بانكشر، اعمل جاليوم سكان، بعمل ساينس فيلم سواء كان اكس راي او سي تي، ممكن يبقى في هيدن انفكشن في البارانيزال ساينسز. لو والله انا شاكك في مالجنسي، المالجنسي بحطه في كاتيجوري من اثنين، يا اما هيماتولوجيكال يا اما نون هيماتولوجيكال. هيماتولوجيكال بفكر ان انا بعمل بريفرال سمير، بعمل الالكتروفوريسز، ممكن اوصل لمرحله البوم مارو بايوبسي. النون هيماتولوجيكال بفكر ان انا اعمل ماموجرافي، عملنا شيست سي تي قبل كده، ممكن اعمل ابر اند لور، بعمل بوم مارو سكان او بول سكان، بعمل جاليوم سكان، تمام، ما قدرتش اوصل لتشخيص برضه، ممكن اعمل ام ار اي برين، بايوبسي من سسبيشس ليجنز سواء في السكين او الليمف نود، او ان انا اعمل ليفر بايوبسي، او ان انا اوصل ان انا اعمل، لو انا شاكك ان ممكن يكون في حاجه انترا ابدومينال، نعمل دايجنوستيك لاباروسكوبي. حاجات الاوتو اميون بطلب الروماتويد فاكتور زي ما اتفقنا، الاي ان اي، ولو انا شاكك في الجوينت سيل ارترس اللي هنتكلم عليها بعد شويه بتكلم، ممكن اعمل لها تيمبورال ارتري بايوبسي، او لو عندي ليمف نود حتى لو صغيره ممكن اخدها كليمف نود بايوبسي. ميثلينيس اكوردنج للكوز اللي انا شاكك فيه. طيب بالنسبه للمانجمنت للحالات بتاعت البي او، المانجمنت بتاعت الحالات بتاعت البي او مينلي سبورتيف لحد ما اوصل لسبب، تمام. فكره الثيرابيوتيك ترايل بالانتي مايكروبيال او الاسترويد ار نوت ريكومندد، تمام، لان دي ماسك السيمتومز وهتعمل ديلي في الدايجنوزس، تمام، وخصوصا ان الاوفر اول مورتاليتي بتاعت البي او مش كتيره، بتكلم على اقل من 10%، فما فيش داعي ان انا اخش ميديكيشن ممكن تغير لي الناتشرال هيستوري بتاع الديزيز او تعمل ديلي للدايجنوزس، تمام، في عيان بي او، لا انا بستنى لحد ما اوصل للتشخيص، الا في حالات معينه اللي هي ان الحالات دي بتبقى لايف ثريتنينج، لو انا مجرد ان انا سسبيشس فيها، لا ببدا امبيريكال تريتمنت لحد ايذر اما كونفيرم دايجنوز او اكسكلود دايجنوز، زي الانفكتيف اندوكاردايتس، جوينت سيل ارترايتس، ميديار اور سي ان اس تيوبركلوزس. ده جدول بالحاجات اللي هي الايرجنت دايجنوزيس، اللي انا لو شكيت فيها لازم ابدا ايرجنت تريتمنت لحد يا اما اكسكلود يا اما بروف الدايجنوز. انفكتيف اندوكاردايتس بشك فيها في عيان عنده فالفولار هارت ديزيز او انتروفينوس دراج يوزر، انا سامع العيان عارفه قبل كده، وبعد كده بدات اسمع عليه ميرمر مختلف، تمام، بدور على البريفرال ساين بتاعت الانفكتيف اندوكاردايتس زي السبلنتر هيموريج، بعمل بلاد كالتشر، بعمل الايكو، ولازم اعمل السيرولوجي لان هو غالبا البلاد كالتشر هتطلع نيجاتيف، فانا لازم افكر في السيرولوجي الحاجات اللي هي ما بتطلعش بوزيتيف بالبلاد كالتشر زي البروسيلوزس، البارتونيلا، اند الكيو فيفر. الديسيمينيتد تيوبركلوزس، حد عايش في انديميك اريا او سافر لانديميك اريا، في كاف، في ويت لوس، في سويتس، تمام. الشيست اكس راي، اوكي، تمام. موضوع بقى المايكوبكتيريوم بلاد كالتشر وموضوع سبيوتوم فور اسيد فاست بسلاي، دايجنوستيك يلد بتاع الحاجات دي ضعيفه جدا، تم استبدالها بحاجات اسمها جين اكسبرت وبي سي ار، والحاجات دي هتشرح لكم اكتر في الشيست ديبارتمنت ان شاء الله. السنترال نيرفس سيستم تيوبركلوزس، برضو عيان عايش او سافر لانديميك اريا، هيديك، ديستربت كونشس ليفل، بفكر اعمل العيان ده سريبرال ام ار اي او سي تي، لامبر بانكشر، اتش اي في، لان العيان ده بيبقى غالبا اميون كومبرومايزد. بالنسبه بقى للجوينت سيل ارترايتس، دي الموست كومن فورم اوف فاسكولايتس في الادلت، بتحصل غالبا فوق سن ال 50 سنه في الفيميل اكتر من الميل.
السيمبتومز بتاعتها بتبقى عباره عن ريترو اوربيتال هيديك، جو كلوديكيشن، فيشيال بين، فيفر، بيحصل بعد كده مشاكل في الفيجن اب تو ان يحصل فيجوال لوس، بيبقى في حاجه اسمها بولي مايالجيا روماتيكا، بنحس بالام في الشولدرز. الدايجنوز مينلي ان انا بعمل تيمبورال ارتري بايوبسي واعمل اسيسمنت للفيجوال اكيوتي. لازم العيان ده خطورته في ايه التيمبورال ارتري ارترايتس؟ ان العيان ده ممكن بعد كده يخش في بيرمننت فيجوال لوس، تمام؟ يعني ممكن يفقد نظره للابد. عشان كده وانس انا شكيت فيها وخدت البايوبسي بستناش النتيجه، ببدا على طول كورس ستيرويد ثيرابي لحد ما تظهر النتيجه، يا اما بتنفي يا اما بتاكد الدايجنوز. اتمنى تكونوا استفدتم، وزي ما قلت لكم انا دكتور احمد شوكت معاكم في اي استفسار، ممكن من خلال السكرتارية او ممكن يكون انا ببقى سايب رقمي هناك، ممكن يبقى التواصل بشكل مباشر ما بيني وما بينكم. بالتوفيق يا جماعة ان شاء الله.